عينك على الشارع، لو في اي حاجه غريبه كلمني. تحت امرك. ماشي. ازيك يا ابو خليل؟ جدع انك سمعت الكلام وجيت. نوره فين؟ نوره بخير يا ابراهيم، ما تخافش وهتبقى بخير اكتر لو سمعت كلامي. ما قلت لك ان انا تحت امرك، بس اهم حاجه نوره ترجع. هترجع ابراهيم، بس تسلمني وسلمك. لا حلو كده، البيعه تبقى خسرانه. يعني ايه؟ يعني سليم الانصاري مش تمن رجوع نوره وبس. طلعت مخربش يا ابراهيم، قالوا انا اللي كنت فاكرك غلبان. عاشر الام، وبعدين ما انا غلبان طول عمري. خدت ايه؟ يخلص ابراهيم، عاوز كام؟ مش عايز فلوس. انا هعمل ايه بالفلوس وانا هربان؟ امال عاوز ايه يا ابراهيم؟ انا عايز براءتي. نعم يا اخويا، تعملها لك ازاي دي؟ ماليش دعوه، انا بعد ما اسلمك سليم مش هلاقي حته اروحها، ولا حد هيمد لي ايده، وهفضل برضه مستخبي وهربان لحد ما يمسكوني في الاخر. انا مش عايز حاجه غير حقي، انا ما سرقتش حاجه. الواد زلطة صبي حسن الضبع هو اللي سرق العهدة بتاعتي من الدولاب، هو بقى اللي يشيل شيلته. قلت ايه؟ يعني كده اتفقنا؟ خلاص يا ابراهيم، بقى قلت لك سيبنا اشوف لك صرفه. الله، انت لسه هتشوف صرفه؟ انا مش فهمتك هتعمل ايه. خلاص سلمني سليم الانصاري وانا عنيا ليك. لا يا حبيبي، ما يبقاش ابني في حضني وادور عليه، وانا بصراحه كده مش واثق فيك. يعني انا اللي واثق فيك يا ابراهيم؟ خلاص، طالما احنا الاثنين مخونين بعض يبقى نقطع الورقه من النص. يعني ايه ده بقى ان شاء الله؟ يعني تخلص لي ورق القضيه اسلمك سليم. لا يا حبيبي ما ياكلش. خلاص أختك عندي. أختي مش هتبقى الورقة اللي هتلوي بيها دراعي عزناتي. أختي مش هتقدر تأذيها في حاجة. أنت مش ناقص، كفاية البلاوي اللي متلتلة عليك. ما كده. بص يا زناتي، ده حق ربنا عشان نبقى كلنا تراضينا زي ما بتقولوا. ماشي يا إبراهيم، كلمني بالليل وأقول لك أنا عملت إيه. بس اعمل حسابك لو حصل عوق نورة هتموت. أه، مش أغلى من اللي مات وهيمة. وانا مش عبيط عشان اضحي باختي عشان خاطر سليم الانصاري. مهما كان غالي عليا مش هيكون اغلى عليا من اللحم. لا ناصح، ايوه عموما هستناك تكلمني. سلام ابو خليل. Thank you.
يا حسين. ايوه سليم بيه، زناتي جه. داخل يعني عليا خلاص؟ اه طالع عليك، طالع عليك. ماشي خلاص، الفيديو بيحمل اهو على طول. سلام. ويا خبريني ويا عيني يا مش فاكران قلت النار والجرح كل ما اجي افرح دايما بتعزيني اللي ما بيني وبينك طار. يا صفاء انا وصلت، انت فين؟ طب انجزي الاحسن، والمصحف هيفوتك كتير. طب يلا انا هدخل استحمى انا عشان ريحتي تقرف من نومه المخزن. طب يلا انجزي، مستنيك عشان تلاقي في لي ظهر. يا بنت جبت الاباحه دي منين؟ إيه؟ طب يلا مستنيك. سلام يا روح. سلام. حمل فيا جيت يا صفاء؟ جيت يا اخوي. اتليفت ولا اجي اليفك يا حبيبي؟ تعالى 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 تعالى. فيها اسحاق؟ هو لعب عيال يا اخي. حاج عزام، ما انا قلت لكم كده وانتوا افتكرتوني بعرك. الراجل بصراحه زهق وحاسس ان هو بيربي فلوسه على الارض. هو احنا قصرنا في حاجه يا اخي. قلت لكم سيبونا شويه لحد ما نتصرف مع الراجل صاحب البيت. وسيبناكم بدل الشويه شويات.